ان شاء الله موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده هنتكلم على فاكهه القشطه. تمام، طبعا فاكهه القشطه دي يا جماعه ليها استخدامات ادميه كتيره جدا، بتخش في علاج بعض الامراض، بتخش في يعتبر بتعالج اكثر من 12 نوع من مرض السرطان، يعتبر هي بديل الكيماوي، ملهاش اي اثار جانبيه. انا افضل ان اي حد يا جماعه يزرع شجره القشطه دي. ان شاء الله في الفيديو ده هتتعلموا ازاي طريقه الزراعه، حضرتك هتتعلم ازاي لو عندك شتله جبتها من داخل المشتل وتنقلها، هنتكلم على طريقه الري، على طريقه الزراعه ازاي، على طريقه التسميد، تابعوا الفيديو للنهايه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام حضراتكم بخير. أنا قطب عثمان من قناة البستان الأخضر. بإذن الله موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة بعيدا خالص على النباتات الزينة، بس طبعا قبل ما أخش بالفيديو أنا بشكر أي حد يا جماعة عاشق لنباتات الزينة اشترك عندي في القناة، وأي واحد برضو مش عاشق نبات الزينة بس أكيد كله بحب الخضرة وكله بحب الزراعة وكله بحب الحاجات الجميلة أو الوجه الحسن. أنا بشكركم جميعا المشتركين عندي في القناة. إن شاء الله أنا زي ما قلت لحضراتكم القناة دي أنا عاملها قناة زراعية فقط، بتكلم فيها على الزراعة فقط. ياريت اللي ما اشتركش يشرفني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، بإذن الله يجيلكم كل جديد. طيب موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة مهم جدا، على فاكهة مهمة جدا في حياتنا، يعني يعتبر فاكهة مهمة جدا ليها، ليها استخدامات كتيرة جدا أدمية، بتخش في بعض علاج الأمراض، بتعالج بإذن الله. الفاكهة اللي احنا هتكلم عليها دي بتعالج بعض الأمراض، منها بتعالج يعتبر 12 نوع من السرطان، بتعالج سرطان الرئة، بتعالج سرطان الثدي، بتعالج سرطان البروستاتا، بتعالج حاجات كتيرة جدا. تمام، بتعالج القلب، ليها طبعا بتخش في بعض علاجات كتيرة جدا لبعض الأمراض. طبعا حضراتكم ادخلوا على جوجل وهتعرفوا ان ليها استخدامات كتيرة جدا. تمام، بإذن الله احنا هنتكلم النهاردة على فاكهة القشطة. تمام، زي ما حضراتكم شايفين عندي في الصورة، ادي الفاكهة بتاعتها يا جماعة وادي الشجرة بتاعتها. تمام، دي فاكهة او ثمار القشطة. تمام، طبعا طريق الزراعة بتاعتها زراعة سهلة جدا، الزراعة طريقة الزراعة بتاعتها بين عن طريق البذور، احنا بنزرعها بصراحة عندنا في المشتل عن طريق البذور، هتلاقي الصورة فوق، بناخد البذور بعد ما توصل النضج يا جماعة. تمام، حضراتكم احنا بنزرعها عن طريق البذور، وافضل ميعاد احنا بنزرعها في بداية شهر 3. طيب حضرتك طبعا انا متعود من المشتل كل مرة مرارا وتكرارا بعرف حضراتكم اللي معايا في القناة، طبعا عارفين ان انا دايما بجيب من عندي من داخل المشتل عندي شجرة. تمام، واحب اوريكم، يعني انت حضرتك دلوقتي رحت اشتريت شجرة من المشتل، طبعا اصحاب المشاتل بيحطوا الاشجار في بيبقى في اصاري او في صفايح زي ما حضرتك شايف كده، او في قصيص طبعا بيبقى حجمه مش ملائم للشجرة، فانت لازم ان انت تكبر عشان تاخد منها حجم وتاخد منها ثمار. طبعا انت ممكن تحط طبعا من غوات الزراعة المنزلية اللي هو زراعة الاسطح، طبعا دي يعتبر من الاشجار اللي احنا بنزرعها اوقات فوق الاسطح، وحور حضرتك ازاي حضرتك احنا جبنا دلوقتي شجرة من المشتل من عندي، وحور حضرتك الطريقة الصحيحة ان انت تستخرج الشجرة وننقلها في قصرية اكبر شوية. يلا بينا. طبعا حضرتك اهم حاجة وحضرتك غاوي النباتات، لو عند حضرتك سطح بيت وغاوي ان انت تزرعه فواكه، لازم تختار نوع الفاكهة اللي هو ما بيعملش حجم كبير. تمام، اللي هو حضرتك يعتبر في اكثر مدة ان هو ينتج معك وما بيعملش حجم كبير، وان انت مش كل شوية تكبر له القصرية او البرميل او القصيص الكبير او الحوض. طبعا انا عملت فيديو قبل كده على تستخدم ازاي التربة وازاي الاشجار اللي حضرتك تزرعها، زرعنا منها المانجا، زرعنا منها التين، زرعنا بعض الحاجات، هسيب لك انا لينك بفضل الله، هسيب لحضراتكم لينك الفيديو اللي انا شرحت فيه قبل كده في صندوق الوصف. طيب اهم حاجة حاجتين اتنين، طبعا ان انت حضرتك لو هتزرع على السطح اهم حاجة لازم حجم القصرية يبقى كبير. تمام، او في ناس بتزرع في براميل مفيش مشكلة، زي ما حضرتك شايف كده ده حجم القصرية عندي، حجم القصرية دي ممكن يربي الشجرة دي عندي يعتبر 3 سنين. كل حضرتك ما تكبر حجم القصيص او البرميل كل ما يدي معاك ثمار وتبدا ان الجذور تاخد راحتها. طيب الحاجه الثانيه المهمه جدا يا جماعه اللي انا طبعا مرارا وتكرارا بتكلم عليها، التربه، نوعيه التربه. انا عندي كزرع السطح بستخدم البيتموس، تمام، مع الرمله مع الطمي، زي ما حضراتكم شايفين كده بيتموس مع رمله مع طمي. تمام، طيب بعد حضرتك ادي حضرتك فتحنا الصفيحه شلناها من الله، طبعا احنا طلعنا القصريه زي ما حضرتك شايف. تمام، بناخد بقى تربه
ونبدأ نحطها تحت. لازم تحط كمية تربة بسيطة تحت يا جماعة، وتأكدوا يا جماعة من الإخرام أهم حاجة. أنا مرارة الإخرام لازم تتأكد من تصريف المياه، مهم جدا. تمام، زي ما حضرتك شايف أنا التربة طمي مع بيتموس، تمام، طمي مع بيتموس مع رملة، ده أفضل حاجة يا جماعة للزراعة، أفضل حاجة للزراعة. تمام، زي ما حضرتك شايف أدي القصر الشجرة طلعت زي ما هي. أهم حاجة إن لو حضرتك بتنقل دي ما تتفرولش، الطمي ده ما يتفرولش، عشان لو اتفرول هيأثر على النبات نفسه. تمام، بنبدأ بقى نحط الطمي زي ما انتم شايفين، ده طمي مع رملة مع بيتموس. تمام، زي ما انتم شايفين كده طمي مع رملة مع بيتموس. تمام، زي ما انتم شايفين كده لازم تاخد كفايتها من الطمي. اهم حاجه طبعا في الزراعه المنزليه يا جماعه، في زراعه الاسطح الفواكه بالذات لانها بتقعد اطول مدى، لازم التربه، انك تستخدم التربه الصح. تمام، تعالوا بقى اعرف حضراتكم طريقه الري وطريقه التسميد. بسم الله، طبعا احنا بعد ما عرفت حضراتكم جبنا شجره من المشتل، من داخل المشتل من عندي، ونقلناها في قصيص زي ده كده. انا عم بعمل لحضراتكم نموذج، ممكن تكبروا القصيصه عندك. طبعا فاكهه القشطه من الفواكه، انا طبعا حضرتك من الفواكه اللي ليها بتخش في علاج كتير جدا للجسم يا جماعه، يعتبر كنز من كنز الفواكه. انا افضل اي حد يا جماعه يزرعها عنده داخل المنزل. طب انا خلاص خلصنا كده، لازم نروي على طول. تمام، نروي مباشره زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، عشان كده خلصنا النقل، لازم انك تروي على طول. طيب الري يفضل في الصيف لو درجه الحراره شديده، طبعا الحاجات دي بتحب شمس، يعني حضرتك بتحطها فوق سطح البيت هي طبعا بتحب شمس. يفضل الري لو درجه الحراره، احنا عندنا في مصر ممكن توصل درجه الحراره 40 و45، ممكن نروي يوم ويوم مفيش مشكله. لكن في بعض البلاد العربيه مثلا، في بلاد بتوصل درجه الحراره بتاعتها 60 و65 و70 كمان، لا انت حضرتك تروي، لازم تروي كل يوم. بس تروي كل يوم انك يعني برضو ما تكترش ميه قوي، يعني انت تروي ان النبات ما يعطش خالص. تمام، طيب الري يفضل الري الصبح بدري يا اخر النهار يا جماعه. طب التسميد، لو حضرتك يعني التسميد انا بحط حاجه اسمها الحديد، او عندك الام بي كي او العناصر 2020، تمام، ده اللي انا بفضلهم بفضل الله. طيب زي ما انا قلت لحضراتكم فاكهه القشطه يا جماعه، انا بنصح اي حد ان هو يزرعها داخل الحديقه عنده او فوق السطح. طبعا هي من النباتات الجميله جدا، فاكهه يعتبر كنز من الكنوز الطبيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، يجيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.